معاك ليلى حديوي. اليوم غادي نتعرفوا على مصممه ازياء اخرى مغربيه طبعا، ودائما بنفس المتعه غادي نكتشفوا تشكيله من القفط. يا سميرة، ما بين المصممين اللي استضفنا في بلاطو صباحيه الدوزام، اليوم معنا مصممه ازياء اللي بقات في الاصاله المغربيه، معنا نجوى الزرق. مرحبا بك معنا في صباحيه الدوزام. اذا اول سؤال غادي نسولك هو فوقاش بدات عندك يعني فكره في الذهن ديالك ديال عرض الازياء وهذا الشيء ديال التصميم؟ في الحقيقه انا عندي الوالده ديالي ديجا تتصاوب الطرز البلدي، طرز البلد حنا في فاس. شحال من عام هادي؟ 17 عام. وانت في هاد؟ انا 17 عام وانا في هاد المهنه ديال الخياطه. ولكن الوالده اصلا هي عندها منها، حنا خدينا شويه هذيك الشيء تقليدي. من فاس ولا من مكناس؟ لا انا من فاس. من فاس. كيف قالت قبيله هدى جنان بان الناس ديال مكناس وديال فاس عندهم ديك الحب ديال دار المعلمه، دار المعلمه كل عشيه، وعندهم سي سينو في زعما حب كيمشيو كيتعلموا. ماشي غير فاس ومكناس، في مراكش والمدن الكبرى كلها كنفهم. المدن الكبرى كلها، ولكن سورتو فاس. فاس طبعاً. عندهم كان كيقالت قبيله لي زابخي ميدي ديالهم كاملين، العشيات ملي تيساليو وديك الشيء كلشي تيمشي دار المعلمه اللي قالت. الاختصاص ديالك النجوى الازرق فاش؟ واش في الخدمه ديال المعلم، في بيغلاج، في كلشي؟ كلشي طرز. كان شويه ديال الوقت كان غيكونوا بزاف ديال ان شاء الله مره اخرى. ان شاء الله. اذا اول لبسه من التشكيله ديال النجوى الازرق هي هذه اللي غنشاهدوا الان. بون غادي نقولوا بان السيدات اللي كيشوفوا حنا عندنا اليمن كطوال واللبسه قصيره حيت عندنا البنات حنا طوال، مي فوالا عندك لو ميلونج دو كولور اللي درتي ساتان دوشيس في دو بياس. ساتان دو سوا من الداخل بحال دابا هاد اللبسه هادي ساتان دو سوا من الداخل، و اللون البرتقالي فوالا، والمارون ساتان دو شيس القفطان، والداخلاني ديالو ساتان دو سوا كلها مصوبه برباط باليد بالبريد، وزايده شويه ديال البيرلاج. المهم لان نجوع عزيز على المارون، عزيز على القوية. انا لاحظت بزاف ديال المارون، عزيز على المارون. فوالا فوالا. الوغ ما بين المارون نواغ اون جينيرال دايما كلشي، حيت اللي تيطلبوه الناس. الناس تيطلبوا اكثرية. لا يمكن كيكون عندك واحد الحب عاوتاني غير في هاد الاوقات هادو. لا كترتاحي في شي لون يمكن اكثر. يا باميو كو لو نواغ. ياك بحال انايا. بالنسبة لي لي بحال اللي لبستها انا. بحال اللي لبستي تبارك الله عليك. هادي اللي تنشوفو رائعة حتى هي. الله يحفظك. لا كولوغ باستيل على حسب لو طون، عاود تنبداو دابا مع الصيف تنبداو ندخلوا لي كولوغ باستيل شوية بشوية. حتى لو ميلونج دو كولوغ اللي درتينا نجوى رائع جدا، درتي ان باستيل مع لو مارون، هاد لو فيغ كيجي معاه بزاف هاد المزيج هذا. اذا سي دو من التحت سي دو ساتان دو سوا، والفوق كريب دو سوا. كريب دو سوا. بيرلاج كلها بلي بايات ولي شواغوفسكي والعقيقات كل حاجه فوالا. داكشي متيول متيول ياك هذا. الله يبارك فيك. الله يحفظك. ميرسي. اذا فاش كتبغي النجوى الزرق تصوب اون كوليكسيون، واش كتعتمد على لي توندونس ولا كتعتمدي على الاثواب اللي تيكونوا عندك؟ لي دو. لي دو في نفس الوقت، على حسب لي تيسو اللي عندي تنحاول نخرج منهم فوالا شي حاجه، وكنزيدهم اللي خاصهم بيان سور، وعلى حسب شنو كاين في ديك شنو لا كولور اللي مطلوبه. اللي دارجه بزاف. فوالا الوغ هادي غزال هاد لا كولور، يعني ديال هاد لا سيزون. سي دو كريب جورجيت. كريب جورجيت من الفوق وساتان دو سوا من الداخل. سي دو تركوا الخدمه. تركوا تركوا تركواز الخدمه. فوالا كلها باش ما ديك الخدمه اللي باش مصوبها كلها بلي بايات بالموزونا والعقيق الصغير والحجيرات كلها ماشيه، والطرز اون دونك قلتي بانك تديري حتى الكنيدرات، تديري حتى القفيطنات، كتحاولي يعني ترضي المراه المغربيه، كتحاولي ترضي السيده اللي كتكون جالسه في الدار مثلا اللي ما كتستحملش المضمه. دونك هادشي اللي غادي نشاهدوا ولا بدا تيخصك، ما خصكش دير كلشي بالحزام حيت كاين اللي ما كيبغيش يحزم، كاين اللي ما كيبغيش. كاين السيده اللي حامله وما تتبغيش تلبس الحزام. فوالا كنحاولوا نديروا لهم
التشكيل عاوتاني هي أيه. قبيله قالت لي راه تندير هادشي واش ندوزو ولا لا؟ قلت لها بالعكس خص الناس يعرفوا شنو هما الافكار ديال نجوى الزرق وباش نعطيو الافكار للسيدات حتى هما اللي تيشاهدونا الصباح. اذا هاد القفيتن ديال الدار غزال وسي لا كولور عندها بزاف انا اللي بعدا انا اللي شفت حرت مع داكشي اللي قدمات وتنشفت بان 3 الكميمه 3 كار السيده اللي زعما اللي استقبل الناس في الدار مخير شنو هذاك الموبر اللي ما معروفش بزاف هذاك الموبر فوالا هذاك فيلور ساتيني اون سوا فوالا حيت كيبدل الاف فوالا. وكيفاش كيتم الاختيار ديال هذيك الاحجار اللي تتعمل كتختار كل حاجه بوحدها؟ كل حاجه خاص تبقى شويه وتبارك الله المعلمات حتى هما تنتشاور مع كل شيء ما تنديرش الحاجه بوحديتي الوغ دائما عندي المعلمات تنتشاور معاهم واش هذه تجي واش هذه ما تجي ونباتات ولا لا كنشوفوا دابا تبارك الله شحال كاين ديال الخدمه واش هذوك تيحطوا الرشمه عاد كيتمشوا عليها ولا تبارك الله عليهم بحال ديال ماني زدرابي كيخدموا من راسهم؟ لا تيحطوا رشمه تيبداو بليبرا وحيده رشمة على كل شيء بليبرا حبه بحبه وتنشكرهم بزاف لانهم الله يجازيهم بخير تياخذوا الوقت بزاف الله يجازيهم. هذه قنيدره هذيك في الاول قسطان وهذه قنيدره بالمبرا حتى هي مبرات كاين هذا هو الجديد مع لالا نجوى تنشوفوش القنادر بزاف بالمبر اكزاكتومون هذه اول مره تنشوفها في من غير القنادر ومخدومين على طريقه القفطان غير هو لا فورم اللي هي مبدله وكذلك شفت بانك كتخدمي بزاف الظهر ديال القفاطن ديالك نخليوها لقدامي واللوراني مسكين بالعكس راه الناس يكونوا ماشيين تيبانوا من الظهر يمكن هذا مزيانين الناس اللي كيكونوا تيكون بحالنا ولا كيجمعوا شعرهم بزاف ياك فوالا لا باش نشوفوهم اللور اللي كان ممكن مع العريضه وي ولا بد دائما من الاحسن انت فاش تشوف العريضه فاش كتكون جامعه الشعر السيده في شعر كتجي احسن تتعطي ديجا كتزيد واحد لاطاي فاش كدير ان شينيون او حنا اللي ما عندناش الشعر طوال واللي ما كانت اللي ما عندها الشعر عندها العنق تبارك الله راه عندنا العنق واللي تيطولنا لي بيجو كيف ما تنشوفوا دونك حتى العقاد ديال السفيفه ولا العقاد اللي تستعمل على حسب اللبسه دي فوا كتاخذي العقيدات الصغار ومره كتاخذي العقد شنو من لي توندونس دابا اللي كاينين دارجين على الموضه العقاد البلديين القدامين مويان كيبقاو ستاندر ديال الصفرو واكزاكتومون كنخدمهم في الصفرو ما كاين شي كيخدم العقد فوالا جوستومون زعما ما كاين لا كاين اللي كيخدموا هنايا شي حاجه ولكن ماشي بحال هذوك كيبقاو دائما هذا الصح والعامه تيبقى الصح والعامه. دلا نجوى الزرق اخر غادي نختموا العرض ديالك بهاد اللبسه هادي اللي حتى هي سي دو ساتان مع سي اون جوب ولا من الغوز اون جوب اون جوب هاد المره درتي غير اون جوب غوز اون جوب لا مي دو سوا بلا مي دو سوا الوغ خدمنا بشويه دعتنا ديك الغوز مع باش خرجنا ديك لا كولور ما تبقاش غير بلو سيال بوحدو فيغ او ومدمات تنحاول مدمات تنحاول ما امكن باش حيت القفطان تيكون تري شارجي الوغ مدمات تبقى شويه ماشي بحال خاويه شويه باش تخرج القفطان كتبقى توازن باش يبقى توازن. واذا عاوتاني درنا نفس الخدمه انا تنظن بان السيدات اللي كيشاهدونا الصباح ما يديروش نفس الخدمه ديال هنا في المضمه حيت كتجي ترو شارجي انا من الاحسن حتى لابسه دابا انت فوالا هنا يكون شارجي والمضمه تكون سامبل باش تبين اكثر اللبسه ديال السيده حيت كاين اللي كيبغي كل شيء شارجي راه حنا كنديروها جوج من هذا المنبر هذا كنخدموا اللبسه كنديروا لها جوج تنديروا لها السامبل تنديروا لهم هذا وتنقول لها بغيتي تلبسها بالسامبل مرحبا بغيتي تلبسها بهذا مرحبا كنديروا لهم دائما جوج ديال المضمات. ولكن انا من هذا المنبر هذا كنصح السيدات اللي كيبغيو يعني اللي يديروا القفاطن من الاحسن سوا اذا كان هنا شارجي يبقوا هنا سامبل ولا اذا كان القفطان ديالهم ماشي شارجي يديروا هنا عاوتاني مضمه اللي فيها التنبات وفيها هذاك لي بيرلاج على حسب هما شنو كيفضلوا. اذا لنجوى الزرق شكرا بزاف وتبارك الله عليك حسن تين الله يحفظك شكرا اللي جيتينا ميرسي لالا فوق راس العينين الله يحفظكم وينجيكم بارك الله تبارك الله عليكم تبارك الله عليك لالا شكرا الى فرصه مقبله باذن الله ان شاء الله تجي تشرف فينا سمعت قبيله بان عندك تشكيله ديال الجلبات ديال رمضان احنا تنوجدوا ان شاء الله نستقبلوك في هذيك الله يطول عمرك ميرسي لالا الله يحفظكم اذا خليكم معنا مشاهدينا نمشيو دائما في عالم